أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، يقول: ما نوع الاستفهام في هذه الآيات؟ استفهام تقرير وتوبيخ، تقرير وتوبيخ، ما هو باستفهام استخبار، لأن الله يعلم كل شيء ولا يحتاج أن يسأل، إنما هو تقرير وتوبيخ لهم. نعم.